سمهار، مي طلبت تشوفني هلا اجيت لعندك. انت قلت لها انه انا مت عندك بالبيت؟ لا، ليش؟ لا بس مشان يكون الحكي على الحكي، يعني ان شاء الله لا تواخذني، بعرف اني عملت لك كركبه كثير. لك لا لا، ما في شيء من هيك. بلوك، يلا باي باي. باي. مرحبا. اهلا، كيفك حبيبتي؟ تمام، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. شو من زمان ما حكيت معك، طمنيني كيف الشغل؟ يعني ماشي الحال الحمد لله. سارة كيفها معك؟ ممتازة، بتاخد العقل. خزامة، أنا طلبت أحكي معك لأنه ما في حدا تاني أحكي معه هالكلام. سمهر كتير جرحني يا خزامة، وأنا عم أحكي لك لأنك رفيقته. أنت ما بتتخيلي قديش ساعدته لسمهر وشو عملت له. أجا لهون ما بيعرف من وين بده يبلش، عرفته على الناس ودبرت له شغل وميت شغلة وشغلة. صار لنا سنة مع بعضنا مثل السمنة والعسل، بس ما بعرف شو صار له بالفترة الأخيرة. شو قصدك؟ يعني وقت ما أجيت أنا؟ لك لا، وين راح فكرك؟ قصدي عليه هو كتير متغير. تخيلي مبارح شو قال لي. قال لي إنه هو راح يستقيل مشان ما فكر حالي إني ملكته بالشغل. شو؟ يستقيل؟ تخيلي، وكأني أنا عم مننه. هلأ بما أني بعرف سمهر كتير منيح وهو رفيقي، فإذا كنتي عم تحكي له هذا الكلام بهي الطريقة فلأكيد أنه رح يحس أنك عم تمنني. لك لا، أنا ما بقول له هيك، أنا بس عم قلك إلك لتعرفي أنا قديش كنت منيحة معه وهو كيف عم يقابلني. وش ما أنا عم تقليلي إلي هذا الحكي؟ ما فهمت. عم قلك لأنك رفيقته وبيعزك، يعني بدي اياكي تحكي معه وتنصحي. خزامة، انا كثير بحبه لسمهر، كثير، مستحيل اني اتخلى عنه. طيب رح احكي معه وشوف وجهة نظره شو فيها.